الآن الآية الأصل في هذا القانون، هي بشارة لكل مؤمن، لكل شاب. والله أعرف أحد رجال الدعوة إلى الله كان يحدثني، إني كلما رأيت شاباً مستقيماً أقول له أبشر لا تخاف، ثق بالله عز وجل. وأنا أقول لكم أيها الشباب المستقيم منكم فلنبشره بحياة طيبة. الآية من عمل صالحاً، كلمة واسعة كثير. بزواجه كان صالح، في كسب ماله كان صالح، في علاقاته مع النساء كان عفيف، في حكمه إذا كان قاضي كان عدل، واسعة جداً. صالح، الطالب صالح، والمدرس صالح، والمحامي صالح، والطبيب صالح، والتاجر صالح، والمزارع صالح. وتعلم علم اليقين وبالفطرة ما إذا كنت صالحاً أو غير صالح. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، قانون، من أداة شرط جازمة. أكثر القوانين على شكل صيغة شرط، كمن يجتهد ينجح. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى بشكل مطلق في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر، في أي مصر، من آدم إلى يوم القيامة، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. آية بشارة لكل شاب مؤمن يكون ما في عنده شيء، لا في بيت، ولا في دخل، ولا في وظيفة، ولا في تجارة، ومتفتح للحياة، ما في أمل. كيف الله عز وجل بيهيئ له عمل وزوجة وبيت وحياة سعيدة؟ باستقامته فقط. مع الله عز وجل لا يفلح الذكي، يفلح المستقيم. والذكي يؤتى من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إله، هذا الوعد فوق المكان والزمان، فوق الظروف. بلاد متخلفة، بلاد متقدمة، بلاد غنية، بلاد فقيرة، ساكن بالريف، ساكن بالمدينة، دخله محدود، دخله غير محدود، موظف، تاجر، ما له علاقة. بأي مكان، بأي زمان، بأي عصر، بأي مصر، بأي ظرف، بأي بيئة، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالمقابل ومن أعرض عن ذكري، الصلاة ذكر، أعرض عن الصلاة، القرآن ذكر، أعرض عن القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وأقول لكم إذا في بالأرض أو من آدم إلى يوم القيامة إنسان واحد معرض عن ذكر الله وهو سعيد ففي إشكال في هذا الدين. هذا كلام خالق الأكوان، يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري، ما صلى، ما ذكر، ما صام، ما حج وهو مستطيع، ما فكر يقرأ قرآن إطلاقاً، متابع المسلسلات والأفلام والسياسة والأخبار فقط، والمجلات والإنترنت والفضائيات، قرآن، حديث، سيرة، مثل عليا الصحابة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، متعبة. طيب غني يضيق القلب. دققة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن الحياة الطيبة تعني الغنى. والله الذي لا إله إلا هو، الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف جنة. وأحياناً والله حينما تفقد حريتك لا سمح الله ولا قدر وكنت مع الله، المكان الذي أنت فيه جنة، وبطن الحوت جنة سيدنا يونس، والغار جنة. هذه السكينة، يمنحك الله السكينة
تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سأل بعضهم مفسراً ما بال الأغنياء والملوك؟ المال بين أيديهم كثير ولا في مشكلة بالدخل إطلاقاً. قال ضيق القلب، والله في بقلب المؤمن رضا وفي سكينة وفي سعادة وفي أمن وفي تفاؤل وفي سرور، والله لو وزع على أهل بلد لكفاه. مؤمن بلا ميزة مستحيل، لك مليون ميزة عند الله عز وجل، مليون ميزة، تؤتى الحكمة، تؤتى الرضا، تؤتى السكينة، تؤتى السعادة، تأتي بيت أيام متواضع قطعة من الجنة، قطعة من الجنة، وبيت 180 مليون وفي أساسة بعشر ملايين وفي كل الأجهزة، قطعة من الجحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أيها الإخوة، راجعت مرة بالإنترنت موقع فوجئت، أكثر من 700 إنسان قمة في النجاح انتحروا. لماذا ينتحرون؟ كم هو الشقاء الذي عاشوه في داخلهم حتى دفعهم هذا الشقاء إلى أن ينتحروا؟ يلي صمم الجسر الأول بين أوروبا وآسيا في إسطنبول، وأثناء قص الشريط الحريري المهندس أحد خمس مهندسين بالعالم ألقى بنفسه بالفسفور، ذهبوا إلى غرفته في الفندق كتب: لقد ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. ما في أشقى بالحياة من إنسان بلا هدف، ما في أشقى منه. المشكلة أيها الإخوة، هي النفس البشرية مصممة تصميم رائع، مصممة لمعرفة الله، مصممة لهدف لا نهائي. لما الإنسان يختار هدف نهائي محدود قبل أن يصل إليه سعيد، عايش بالأحلام، لكن بعد أن يصل إليه وتختم حياته، هذا بيته، هي مركبته، هي زوجته، هي أولاده، هذا دخله، كل يوم في دوام، ألف حياته، يبدأ الشقاء. ما لم يكن لك هدف كبير، ما لم تسعى لمرضاة الله، وأقسم لكم بالله أن المؤمن لا يشيخ، بالتسعين شاب، 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، يقول لشاب في الطريق: لقد كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. والله أقسم لكم بالله إنه إنسان مؤمن لا يشيخ أبداً، شاب حتى الموت، مو شرط بالسن، بالسن 98 صار عمره، طبعاً معه أسيد أوريك، معه التهاب مفاصل، معه 50 علة، بس نفسيته شاب، شاب بنفسيته. أيها الإخوة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحياناً في آية كريمة تقرأها: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. ما تأويل القرآن الكريم؟ قال بعض العلماء: تأويل القرآن الكريم وقوع الوعد والوعيد. فإذا الله عز وجل أكرمك بحياة طيبة فحياتك الطيبة تأويل هذه الآية، وإذا إنسان يعاني ما يعاني فمعيشة الضنك الذي يعيشها تأويل هذه الآية. فأولاً يعني الإنسان أيام يلاحظ بحياته الاجتماعية، إنسان مستقيم بجنة. حدثني أخ محسن كبير، قال لي: كنت عند أحد أربابي الأموال، قال لي: والله حجمه 4000 مليون، هو خبير، 4000 مليون، قال لي: قد ما شكالي همومه بركت، ما فيني وقف.
متضايق من البلد ومن زوجته ومن أولاده، ما في سوق قوي. قال لي بعد ساعة جاءتني امرأة محجبة تطلب مساعدة 1000 ليرة بالشهر، ساكنة ببلدة إلى جانب دمشق، ففي جمعية هناك يعرفها وفي عنده اجتماع في الجمعية، فبلغهم أن يتابعوا هذا الطلب، فذهبوا معه إلى البيت. قال لي ساكنة ببيت تحت درج، تحت درج، القسم العالي غرفة والأقل علو مطبخ ثم الحمام، وفي فسحة صغيرة. قال لي شعرنا شعور مو طبيعي، في بهالبيت سرور، في سعادة. قال لي مستحيل أن يسكنه إنسان، الزوج نايم مريض، في ولدين لابسين نظاف مرتبين، البيت فيه تفاهم، فيه ود، فيه محبة، هذا هالبيت المتواضع. فقال لهم حنعطيكم 2000 بالشهر. قال لا، احنا 1000 بكفي، نحن معاش زوجي بكفينا، بس لازمنا 1000 إجرة البيت. قال لي وازنت بين 4000 مليون يلي بركت معه، بركت، وبين هالبيت المتواضع. فأيام إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أقول لكم أيها الإخوة، إن لم تقل ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، ففي الإيمان خلل. أنت مع الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع المحسن، أنت مع الودود، أنت مع الشكور، فمع الله ما في شقاء، في سعادة. لذلك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني أحياناً تكون الطائرة على وشك السقوط، صار فيها خلل خطير. مرة في مضيف بالطائرة من تلاميذي حدثني عن وضع الركاب، قال لي شيء مو معقول إطلاقاً، شيء يضرب نفسه، شيء ينادي بويله، شيء يمزق ثيابه، شيء يصرخ، شيء ينبطح بالأرض، شيء يقتل حاله، مو طبيعي الوضع، ولا واحد غير هيك. صورت الصحابة سيدنا سعد بن الربيع، النبي تفقده لم يجده، فأرسل أحد الصحابة ليتفقده في ساحة المعركة، رآه مع الجرحى يئن، قال له يا سعد أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن بلغ رسول الله مني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته، بقمة السعادة كان، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. اقرأوا تاريخ الصحابة، 70 صحابي حين لقاء ربهم كانوا في أعلى درجة من السعادة. الموت تحفة المؤمن، عرس المؤمن، الأمر بين أيدينا أيها الإخوة، سعادتك بيدك، سعادتك من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والشقاء عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، دقيقة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اتهم نفسك دائماً، في خلل، في خطأ، في كلمة قاسية، في مال غير مشروع أبطه، في موقف، في كبر، حينما ترى الشيء على خلاف ما تتمنى اتهم نفسك. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، واضحة، كمل واستغفر لذنبك، الأمر بيده،
فإذا جاءت الأمور على خلاف ما تتمنى في ذنب، ابحث عن الذنب.